مالك؟ استهدى بالله بس يا وليد. ما انت شايفها يا استاذ فريد. فريد؟ فريد مين بقى يا حاج وليد؟ ما تصحصح شويه. انا لازم اطلق منه، انا خلاص زهقت ومليت. استهدي بس بالله انت كمان يا مدام رندا. قال لها في ايه بس احكي لي. يرضيك يا استاذ منير. منير؟ ماشي منير منير، يرضيني ايه؟ يرضيك اصحى بالليل الاقيه جاي بالقناه بتاعه الاغاني وعمال يتفرج على هيفاء وهبي، وكمان مش كده، ده بيترقص وياها زي الاراجوزات. اخس عليك يا وليد، ليه كده؟ ما هي كمان سايتني وانا في الحمام وكلت الحلاوه بتاعتي. ليه بس كده يا رندا؟ ايوه عشان اغيظه، عشان بيتفرج على هيفاء. ما كل يوم انت بتنامي وتسيبيني. خلاص خلاص انا كده فهمت وعرفت ايه حلكم. انت يا رندا دلوقتي تاخدي بعضك وتروحي تجيبي علبه حلاوه بدل اللي انت كلتيها، وانت يا وليد تطلع تجيب لها بوكيه ورد وتديهولها، وصدقني لما هترجع هتلاقيها احلى من هيفا، مش كده يا رندا؟ كده يا استاذ شريف. شريف؟ اما الحق بقى اروح اجيب الحلاوه. ماشي ماشي مع السلامه. استنى هنا يا حاج وليد. يا عم طالما هي بتتضايق من هيفا ما تتفرجش يا عم على هيفا في البيت، ابقى اتفرج عليها في القهوه. ماشي كده يا وليد؟ ماشي يا استاذ لطيف. لطيف؟ ماشي مع السلامه يا عم لطيف. لطيف ما تنساش الورد. ايوه يا رندا. مساء الخير يا استاذ لطيف. اهلا حضرتك. الظبط ايه في ايه؟ اسمع بقى اللي انا جاي لك علشانه، عشان ما فيش غيرك هيساعدني فيه. وانا تحت امرك. مع ظروف فلوس انا معايا 18 جنيه، تاخد 9 وانا 9. 9 ايه وفلوس ايه بس يا استاذ فتحي؟ خلاص يا عم خد 15 وانا 3. 15 و3 ايه؟ مش عايز حاجه. خد ال 18 كلهم يا عم. انت تسمع وبس. وصلت لي معلومات. من مين؟ انت مالك من مين؟ وصلت لي معلومات وما تقوليش من مين. بتقول ان في عربيه نقل كبيره بتتردد على درغام ورجالته في المصنع القديم، والمعلومات دي بتقول ان صاحب العربيه اسمه دهشوري من قريه اسمها العزبه القبليه. ايوه عارفها العزبه القبليه دي، دي في الجنوب من هنا، بس كل اهلها ايه خاطرين جدا بيشيلوا رشاشات. طب احنا عايزين ندخل القريه دي ونوصل. ايه رايك لو ندخل عليهم بحزام ناسف ونفجروا فيهم؟ حزام ايه بس يا فاطين؟ خلاص ندخل عليهم بقى بكام قنبله على كام رشاش على دبابتين، ونمنع عنهم الاكل سنتين ونحاصرهم تاني يوم بقى على طول. فاطين اللي انا عايز اوصل له دهشوري ده، لانه هو اللي هيعرفنا العربيات دي بينقلوا فيها ايه. هو بصراحه بقى اللي يعرف العزبه القبليه كويس جدا عم عزوز، لان كل خلانه من هناك. تمام نروح له. نروح له ليه؟ ما هو موجود هنا مرزوع جنب دانك. قال ايه؟ عايز يتعلم انجليزي يا عم عزوز. تعبت نفسك ليه بس يا ميشو؟ ما تقولش كده يا عم توفيق، تعبك راح. المهم انت بس اطمني عليك. الحمد لله دوخه كده وراحت لحالها. لا يا جدو، الدكتور قال لازم ترتاح. ايه ده انت رحت للدكتور؟ واحد من زبايني شافني وانا تعبان كده ولقى نور مخضوض عليا اصر يوديني المستشفى. وقالوا لك ايه في المستشفى عم توفيق؟ ما انت عارف بقى الدكاتره وتهويلهم يا ميشو. قال ايه؟ الكبد تعبان عندي قوي ولازم اشعات وتحاليل وكلام من ده، بس انا بيني وبينك ما بحبش المستشفيات. ما كتبوش علاج؟ كتبوا علاج. طب قول له بقى علشان يسمع الكلام ويخف. عم توفيق اسمع كلام نور. يا ابني يا ابني الشافي والمعافي هو الله سبحانه وتعالى. ونعم بالله. طب امسك عم توفيق خلي دول معايا. لا 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 كده ازعل منك يا ميشو. لو تزعل ليه يا عم توفيق؟ انا معايا فلوس كتير. يا ابني ربنا يزيدك بالحلال، بس انا مش محتاج فلوس. انا كل اللي محتاجه انك ما تغيبش عني وتسال عليا على طول. جدو توفيق بيحبك قوي يا ميشو. وانا كمان يا نور بحبه قوي. خلاص تبقى تتصل وتطمن عليه. مش انت معاك موبايل؟ اه معايا موبايل. انا بقى كمان معايا موبايل حقيقي مش لعبه، كان جدو توفيق الدهوني. تبقى تتصل عليه. اوكي 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 ماشي. انا هروح معاك يا حضره الضابط نضال. وانا مش اقل منكم وطنيه ورجلي على رجلك. معلش يا عم عزوز انا اسف والله من كتر الحماس، بس معلش ما خدتش بالي. المهم يعني هنعرف نوصل لدهشوري؟ عيب، اعتبر نفسك سعادتك وصلت له. انا حافظ العزبه دي شبر شبر، ولعلم سعادتك انا خلاني ناس كبارات وليهم سطوه في البلد دي. الله نسب يشرف. فبس انا مقابل ده ليها طلب صغير عند سعادتك. اطلب يا عم عزوز. عايز ارجع، عايز ارجع الخدمه تاني، وبعدين انا كتبت طلب للوزاره ووقف على امضاء سعادتك. ايه ده يا عم عزوز؟ انت مش كنت مستني تطلع على المعاش وعمال تقول لي انا عايز ارتاح يا فطين، انا شقيت يا فطين، انا شفت الموت بعينيا يا فطين؟ اولا انا كنت بكذب، انا لا شفت موت ولا اتنيل، انا كنت مقضيها كتابه محاضر وسامع ام كلثوم. بس اول ما شفت دنكه
علمتني ان انا لسه قدامي حاجات اقدمها للبلد دي واقدم للبوليس المصري قدراتي اللي لسه ما طلعتش. كنت بتفشر عليا يا عزوز وانا اللي كنت فاكرك مناضل وشهيد الواجب. ماشي ماشي. طب ده بقى اولا ايه بقى ثانيا يا سيدي؟ طلع وفضفض اللي جواك. طلع ثانيا. انا لما خرجت وسبت الخدمه وقعدت بوسي في وشها اكتشفت ان الموت اهون. عندك حق. وبعدين اكتشفت كمان ان انا عايز اخدم البلد دي زيكم بالظبط، لان دبت فيا روح جديده بس محتاج الفرصه. ارجوكم ادوني فرصه. ابو سيدك يا فاطين اديني فرصه. اديني فرصه. إيه بقى؟ خلاص بقى ملخت ايديا بقى. لا خلاص عرفنا. اديله فرصه يا عم انت كمان بقى. ماشي يا سيدي هديلك الفرصه، واعتبر الطلب اللي انت قدمته اتمضى عليه كمان وانت دلوقتي في الخدمه. صلح عزوز افندي. بتردها لي يا عم عزوز؟ If you're going on this summer day, then you might as well take the sun away. All the birds that flew in a summer sky, and our love was new, and our hearts were high, and the day was young. لسه يا أسماء زي ما انتي بتسمعي خوليو. استني. أنا اللي همشي، بس كنت عايز أتكلم معاكي. فاكرة أول مرة سمعنا فيها الأغنية دي؟ كنا في الكلية في ممر جيمي اللي قدام المكتبة. لما سمعنا الأغنية دي قلتلك أنا بحبك يا أسماء، وانتي قلتيلي أنا عايزة أشتري الشريط ده، والشريط ما كانش بيتباع غير في وسط البلد في شارع الشوارب جنب سينما مترو. نزلنا اشترينا الشريط وكلنا جيلاتي، وبعدها دخلنا سينما مترو. كان فيلم سكارفيس لألباتشينو. كان فيلم دموي بس أنا كنت مبسوطة عشان كنت معاك. ولما خرجنا من السينما مديت ايدي في جيوبي ما كانش معايا ولا مليم. كانت الدنيا ليلت والسما بتمطر. خدنا تاكس واديته الساعة اللي كانت حيلتي. في اليوم ده كان بابا أول مرة يضربني عشان اتأخرت، بس أنا ما همنيش، كنت فرحانة، كنت طايرة من الفرح. دخلت أوضتي وقعدت أسمع شيخ خولي بلاسيوس كذا مرة لحد ما نمت. وأنا رحت للبيت ماشي، ما كنتش حاسس بالبرد ولا بالمية، كنت برقص تحت المطر زي جين كيلي كده. الناس كلها كانت تتشاور عليا وتقول مين المجنون ده. ما حدش كان حاسس اني ماسك النجوم بايديا. ساعتها قلت مش هتجوز غيرك. وانا خصيت في بابا عشان خاطر يقتنع بجوازنا. ما كنتش مقتنع بيك، بس انا كنت مقتنع وفي الاخر وافق. لكن قاطعني، انا بعت الدنيا كلها علشانك يا صفوت. وانا جبتلك الدنيا كلها لتحت رجليكي، لكن انت اللي سبتيها ومشيتي. انا كنتش عايزه الدنيا بتاعتك دي، انا كنت عايزاك انت، انت وبس. ما كانش ينفع يا اسماء، كانوا هيشوفونا فشله. كنا هنبقى فشله في نظر ابوكي وفي نظر التانيين. هو احنا كده مش فشله؟ لا مش فشله يا اسماء، مش فشله. كل اللي كانوا رافضين ارتباطنا حاسديننا دلوقتي. انا جبتلك الدنيا كلها، الدنيا مستنياكي، شاورك بس. انا رافضه الدنيا بتاعتك دي، مش دي اللي كنت بحلم بيها. ده بحر غويط ملوش قرار، اللي ينزل فيه لازم هيغرق. اسمع، لسه بتفكري بنفس الطريقه؟ الاحلام الورديه دي ملهاش مكان في الدنيا دي، ملهاش مكان خالص. انا لو ما دوستش التانيين كنت حداس. بس كنا احنا مرتاحين،
وضميرنا مستريح. صفت من فضلك سيبني اخد بنتي وامشي من هنا. انت بتقولي ايه يا اسماء؟ انا بحبك وانا عارف انك بتحبيني، بس انا بحب بنتي وخايفه عليها منك. اسماء بتخافي على بنتي مني؟ اليوم اللي البنت هتعرف فيه حقيقتك مش هتسامحك ولا هتسامحني. ما تقلقيش، بنتي هتسامحني زي ما انت هتسامحيني. انا بحبك بحبك. If you go away, as I know you must, there will be nothing left in the world to trust. صباح الخير يا زين بيه. من غير لف ولا دوران يا عادل، بتعيس ورايا في شغلي ليه؟ انا بشوف شغل يا باشا. وشغلك برضو انك تكتب فيها تقرير؟ حبايبك كتير قوي يا زياد بيه، بس الظاهر نسي يقولوا لك ان انا لسه ما قدمتش التقرير. ويا ترى كتبت ايه بقى في التقرير ده؟ لما شحنة متبلغ عليها العنتر الباشا ما تنزلش المينا، يبقى اكيد في حد بلغه، مش كده؟ وطبعا عشان يبلغه اكيد راح له الريستوران بتاعه يومها الصبح. الله 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 الله، ده انت بتراقبني بقى يا عادل. ولما موظف من مؤسسه صفوه نصار يبلغ عن فساد وغسيل اموال، وانت اللي تمسك القضيه دي وبعد كده تتحفظ، ده تسميه كان بلاغ تافه لا في ادله ولا مستندات؟ مع ان الموظف كان بياكد على وجود اوراق معاه، بس مفيش مشكله. تقدر تقول لي محمود الموظف ده فين دلوقتي؟ طب وانا ايش عرفني؟ انت مش معايا انه غريب انه يختفي من ساعتها وما يبقاش ليه اثر كده؟ اسمع يا عادل يا لطفي، ما تنساش ان انا زياد الخولي وبقى لي 15 سنة في الادارة دي وسمعتي زي البرلنت، وما تنساش كمان انك لما جيت هنا انا اللي علمتك وفهمتك الشغل بيمشي ازاي. بلاش تلعب معايا اللعبة دي، عشان ده ضد مصلحتك ومصلحتي، وفي الاخر المصلحة هي اللي بتحكم. وانا تلميذك وتربيتك يا باشا، وطالما المصلحة هي اللي بتحكم ما تدخلني معاك في المصلحة، ولا انا يعني ماليش نفس. طلباتك يا عادل ومن الاخر نص رصيدك اللي على جنب، وما تحاولش تكذب عشان انا عارف كده، ما انا برضو ليه حبايب يا باشا. نص رصيدي ده كتير عليك يا عادل. ولا كتير ولا حاجه يا باشا، ما انا هسيب لك الجمل بمحمل برطح فيه براحتك. وليك عليا، اول ما اخد فلوسي هاخد اجازه طويله قوي. ده انت طلعت لعيب قوي. ماشي يا عادل. اديني كام يوم كده ادبر لك المبلغ فيهم. قدامك 72 ساعة والمبلغ يكون عندي. سلام يا سياد بيه. سلام يا عادل بيه. الوسخ هيفضل وسخ، استغفر الله العظيم. صحيح اتقي شر من احسنت اليه. لسه فاكر تسأل عليا من امبارح؟ ولا خلاص بقى خلصت خالتك من خالتي وخدت مصلحتك وشكرا بقى يا زوق. بطلي رغي بقى، انت ايه؟ اخلصي اي كلام بتقوليه وخلاص. على فكرة انا كان عندي نمطشية النهاردة، بس اليوم راح عليا عشان خاطرك اهو. هبقى اديهولك يا ستي. وحشتني. طب يلا امشي. ايه ده؟ امال فين عربيتك؟ انت بعتها ولا ايه؟ مع فوزي التركي. هو ايه النقطة دي؟ وهو ياخدها ليه يعني؟ هو كان فقير ولا فقير؟ ما يروح يشتري له عربية سعاس الحلاني ولا سمير صبري بتاعك ده. بس بقى يا دنيا، بس بقى، انت ايه؟ طب وحشتني. طب يلا نمشي بقى. طب يلا تعالى ناخد تاكسي عشان الحق اعمل لك البلاميطه انت وتوحه. لا اجلي موضوع البلاميطه ده، احنا هناكل بره النهارده، وبعدين انا مستاذن من عم فتحي ان انا اعدي عليك واوصلك. يلا بقى بينا. طب بقول لك ايه يا ميشو، احنا نروح ناكل عند النتن بتاع السندوتشات وبعد كده تاكلني جيلاتي. النتن وجيلاتي؟ بقول لك يا دنيا، انت تسمعي الكلام وتخلصي خالص. ماشي، وانا اللي هختار. ماشي. ماشي، وحشتني قوي. ماشي ماشي، بس وحشتني. طب يلا. حلو قوي المكان ده يا ميشو، وباين عليه كمان ان اكله حلو. انت متعود تيجي هنا ولا دي اول مره؟ لا بس كنت بعدي كتير قوي من قدام المحل ده والاقي العربيات الفخمه بره.
عمر يا دنيا ما لقيت واحد كده ابن حلال غلبان زينا كده واقف حتى يشيل شويه هوا. عشان كده بقى كان نفسي ادخل المحل ده واحط رجل على رجل كده زي البهوات واكل زيهم. بالهنا والشفا يا فندم. استنى استنى يا اخويا، انت عمال رايح جاي رايح جاي ترصصنا في الاطباق وعايز تسيبنا وتمشي كده من غير ما تفهمنا، ايه ده؟ ده ميكس سلطه مع الجبنه بارميزان. نعم. طب وايه دي؟ دي سلطه البطاطس حضرتك. طب سلطه حلاوه الميزان وعديتها لك، انما بقى سلطه البطاطس انت فاكرنا وقع ولا ايه؟ هو في حاجه اسمها سلطه البطاطس؟ يا دنيا دنيا استهدي بالله كده بقى واحده واحده، لما مؤاخذه يا باشا. ايه ده بقى؟ ده حذاء الدجاج بالكريمه وده حذاء المشروب. حذاء؟ انت هتاكلنا جزمه؟ ما تحط لنا احسن فرده شبشب بصباعك. حضرتك هو اسمه كده، قصدي شوربه. شوربه؟ طب ما تقول يعني شوربه، ولا انت يعني لو كنت قلت شوربه كان لسانك هيوجعك ولا هيقف في زورك كده. طب فهمنا، ايه ده بقى كمان؟ ده سمبوكس لحم وده سمبوكس جبنه وده سكالوب بانيه وده فلي بقري وده اوزي ضاني وده اوزي بتلو. حلو قوي. فين بقى اللحمه اللي انا طلبتها؟ ما حضرتك اللي انا قلت عليه ده كله لحمه. يعني ناكل من اي حاجه هنا على ضمانتك؟ بنا باتيه يا فندم. لا لحمه. بالهنا والشفا يا فندم. شكرا حبيبي. طير يا حمام انت. نعم على بركه الله. وخد الطفايه دي. يلا يلا بقى دنيا بسم الله. بس انت طلبت اكل كتير قوي يا ميشو وانا ماليش نفس. يا ستي كلي على قد نفسك. يلا بقى بالهنا والشفا. بس خلاص كفايه يا دنيا، كفايه يا حبيبتي كفايه. الحمد لله لدوم يا ميشو. بالهنا والشفا. لا بس فعلا يعني الاطباق هي يعني فعلا يعني مالكيش نفس. اه والله. يا متر لو سمحت الحساب يا ابني. اتفضل يا فندم. ايه ده؟ كام يعني؟ 2680 جنيه يا فندم. نعم يا اخويا. يا لهوي انت عارف يا ميشو لو كنت سبتني على الراجل دوت انا كنت اكلته بسناني. وتاكليه ليه يا دنيا انت بعد ده كله يعني وما شبعتيش؟ ما هو طفحوني اهو. قال 2680 قال جاته 2680 عفريت لما ينططوه لفوق كده هوك ينزل على الدور رقبته كده هوك. طب اسمعيني بقى الدنيا. امسكي. ايه دي؟ دي علشاني؟ اه علشانك. بس دي غاليه قوي يا ميشو. مفيش حاجه تغلى عليك يا دنيا. امسكي دول كمان. ايه دول؟ دول حقك علشان انت طلعتي جدع في اللي انا طلبته منك وده حقك. وحياة المصحف ما هاخد حاجة يا ميشو، أنا عملت كده عشان أنت قلت لي إن ده في مصلحتك. أيوة بس دول حقك، هتمسكي بقى ولا أديكي في وشك؟ ميشو، وحياة النبي ما تضيع اللحظة الحلوة اللي أنا عايشاها دي، أنت مش عارف أنا قلبي عامل إزاي دلوقتي. عامل إزاي دلوقتي؟ عامل كده هو. ميشو، وحياة النبي، أنت بتحبني صح؟ ما تسكتي بقى يا بت. طب أنا عايزة زغرط. زغرتي؟ أو النبي إدينا فرصتي بقى، طب ده أنا أمي الله يرحمها كانت دايماً تقول لي إن الزغرطة دي نصرة وفرح. عارف يا ميشو انا اصلي لو زغرت هرتاح، الزغروطه هتطلع كده قلبي هيرتاح كده، ما انا اصلي قلبي مش مستحمل الفرحه اللي هو فيها دي كلها. زغرتي زغرتي يا دنيا. زغرت فطين في العزوز اللي انا قلته يتنفس بالحرف الواحد، اهم حاجه نبقى حزينين كويس قوي. ما تخافش يا نضال باشا، تقدم انت بس واحنا وراءك، القانون دايما في الامام، احنا الحزرانه والخبسانه كلها. ايوه بس اخلص اخلص. الناس اللي في البلد دي بيشموا الغريب ويطلعوه من وسط الف. يا نهار ابيض، ده في ناس مسلحين اهو، ما تعمل ايه الف وارجع تاني ولا ايه؟ اهدى اهدى، اتعامل بشكل اهدى من كده. ما انا كده هادي، انا كده هادي، انا هرجع، انا عايز اروح. تروح ايه ولاعب عيال ولا ايه؟ وبعدين ايه الكلام انت قاعد تقول؟ لا اخش اخش على طول. قعدت تقول لي حزرانه وخبسانه. ماشي ماشي. على فين؟ جايين البلد دي لمين؟ ما تنطق انت وهو جايين لمين؟ ايوه حاضر يا معزوز. ما تنطق انت ايش معنى حاضر؟ شوف حضرتك احنا جايين عشان البتاع اللي هو اللي كان. هتنطقوا ولا خلص عليكم؟ لا لا احنا جايين يعني، بس ثلاثة بالله العظيم احنا نيتنا خير. جايين للفران؟ ايوه احنا جايين للفران. وهتاخدوا قد ايه؟ يعني بجد 5 جنيه فينو على شويه بكسومات، ولو في فطير ماشي يعني بس يكون سخن. ضحكتني. هتاخدوا قد ايه حشيش؟ حشيش؟
هو الفران؟ ايوه هناخد كتير يا بلدينا، بس نشوف الصنف الاول يعني. ايوه هناخد كتير يعني سجرتين، عشان الواد الراجل ده ما بيدخنش. طب يلا ارموا نقطكوا عشان تاخدوا كلمة السر، عشان لو في حد وقفكوا على الطريق التاني ولا حاجة. كام يعني النقود ده؟ 1000 جنيه. كتير يا بلدي، هاوت في السعر يمكن ناخد كلمتين ثلاثة الله يخليك. ايه وبعدين احنا محشاشاتيه كبار يعني، اللي جري ده محشاشات مش انت محشاشات. شفت البلغم؟ اديله خد يا عم عزوز. هم دول متعلمين. ايوه هم اديهم له. خد اديله. مصمم يعني 1000 جنيه؟ خد يا سيدي. افتح لهم الطريق. استنى يا عم استنى، ايه حلوة نفس لونك ده؟ ايه هي كلمة السر؟ طف في وشي. ايه ده؟ يا جزمة يا ابن الجزمة، هخلص عليك. ايه يا عم ايه، مش انت اللي قلت تف في وشي؟ دي كلمة السر يا بهيمة. ايه كلمة سر تف في وشي؟ انت ما تشوف لنا كلمة سر حلوة كده من اللي بيطلع للحبايب، اللي بيطلع للحبايب. يلا خلص وامشي قبل ما اخلص عليكم. خلاص يا عم خلاص. يلا يلا اطلع. السلام عليكم. ايه يا توح؟ ده رابع دوش تجيبه، ما تقفل المحبس ده شويه حرام عليك. وانتوا يا ابني ليكوا في الطاوله ولا هتعرفوا تلعبوا طاوله؟ انتوا جيل بايظ، خليكوا انتوا في البلاي ستيشن بتاعكم ده. بلاي ستيشن؟ طب يا كبير، المره الجايه جيبك البلاي ستيشن ووري نفسك بقى يا توح. مساء الفل عم فتحي. مساء الفل يا ميشو. ازيك يا توح؟ حبيبي يا كبير. انت ايه يا توح اللي مقعدك مع الولد اللي عامل لنا فيها كاظم السكر ده؟ سلامتك من لو النبي عجبتك قوي هي كلها بقت بتضحك. ايه يا ست ماجده الرومي؟ لا يا من ناحيه بتضحك، فهي بتضحك قوي يا حلو. انت يا ابني يا مغمشتين، انت هترد ولا شكلك بتنام بدري؟ يا ترك هي تديهم لك وتفوق عليا انا بقى ولا ايه؟ لا انتوا مالكمش كبير لما تقول حاجه عم فتحي. مفيش حاجه يا تركي، بتهزر معاك يا اخي. والله العظيم ده وحيات امي عشان خاطرك انت بس يا توح. امسك بقى عم فتحي كلك لقمه. ده كباب وكفته. يخرب بيت فاستك، انت كمان جاي على العشاء؟ وانت مالك؟ انت مالك؟ توح صاحبي حبيبي هيعشيني معاه. ترك تعالى تعالى، سيبك بقى منه تعالى. قول لي تعالى عملت لي ايه؟ عيب لما تسال الترك سؤال زي ده. خش الاوضه جوه روشتك، جبت لك كام طقم ماك ديمون على نيكول سكيتش على رامز جلال، ظبطتك. مع اني ما اعرفش ولا واحد فيهم دولت، بس مش هينفع اقيس بقى لوحدي، تعالى معايا. طب وكيف وقفت يا عم؟ هظبطك بعدين تعالى بقى. رايحين على فين؟ هو انت مالك؟ بلبس سعاد حسني اللي انت لابساه ده، خليكي في حالك. خلاص خلاص يا دنيا، في ايه؟ يلا بقى يا ترك. شيل ده من داير تحت ده عنده وفي فوتي مره. مش بقدر مش بقدر. شيل ده من داير تحت ده عنده. طب افوت ازاي بلبس الرجل الوطواط اللي هو لابسه ده؟ يلا بسم الله يا قمر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عم عزوز سايق عليك النبي، انت متاكد ان ده بيت دهشوري؟ يا عم الا متاكد وانا هتوقع عنه. هو ده البيت ال15 اللي تقول لي الا متاكد وانا هتوقع عنه تطلع بالتوف في الاخر؟ يا عم ال14 ده كده كنت بختبرك، وبعدين ده بقى اللي انا متاكد منه. انت ناسي ان خالي دقرم هو كبير الليله دي؟ دقرم؟ وانت خالك اسمه دقرم؟ اسمه دقرم، ماله دقرم؟ طب انت دلوقتي يبقى اقول لهم بس ان خالي دقرم شوف ركابهم هتقبض في بعض ازاي. طب وانا اقول لهم انا خالي دقرم ليه انا؟ مش خالك انت اللي دقرم، خالي انا اللي دقرم. اقول لكم ايه انتوا الاثنين؟ انت خالك دقرم؟ لا ما هو بيقول لي ادخل وقول لهم خالك دقرم. يا عم خالي انا، انت خالك دقرم. بس 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 اللي دقرم ولا بقرم، خش خبط واخلص. ماشي بس مش هقول لهم خالي دقرم انا. خلاص خش. مش خالي انا بقرم. كبير مين العباد؟ هيكون مين يعني يا دهشور الحلو؟ احنا انتوا مين؟ احنا جايين لك من طرف الرئيس درغام بتاع الجزيرة. الرئيس درغام؟ ايوه يا اخوي الرئيس درغام، بأمارة الجحش والحمار وبقية البهايم اللي عنديه. ها دهشور يا حلو. ايوه اهلا وسهلا، اتفضل. يا مرحب يا مرحب. ايوه عم دهشور يعني اتفضل. امال انت فاكرنا ما هنتفضلش ولا ايه؟ دهشور يا حلو. ازيك يا معلم دهشور يا حلو؟ بقول لك ايه يا معلم؟ كنا عايزين نقعد معاك لوحدينا يعني عشان في موضوع مهم. ايوه موضوع مهم قوي يا دهشور يا حيل. انا ما خبرش حاجه بيه. دهشور انت بتكلم ضابط بوليس. انا عايز اعرف معلومه واحده بس، عربيتك النقل لما بتنزل الجزيره بتبقى فاضيه، بتروح عند درغام في المصنع القديم، هناك بتختفي بعد كام يوم بتظهر تاني. انت انت يا دهشور، خلص نفسك انت يا دهشور يا حلو، واللي
الجماعه بتوعك يحضرونا لقمه، هنموت من الجوع جايين على سفر. انا ما خبرش حاجه يا بيه. بتحمل مخدرات مش كده يا دشوري؟ برضه ما خبرش. يا عم ايه اللي ما خبرش؟ ما خبرش. بقول لك ايه، ده انا وش اتملى لفاف عشان نوصل لك انت. ما خبرش حاجه يا بيه. خلاص خلاص يا رجاله، احنا هناخده على اسمه، هناك انا اعرف نخليه يتكلم كويس قوي. هتقوم تعالى، ده انت هتتكهرب وهتتروق، اعترف احسن لك. ما خبرش. في ايه اللي بيحصل عندك يا دهشوري؟ مين ده؟ دي مرات يا بيه. انت متجوز راجل؟ يا دهشوري في ايه اللي بيحصل عندك؟ اي حركه من اللي بره هموتهولك. يا لهوي، غتونا يا عالم، غتونا يا ناس حراميه. تعالى يا مشمش، تعالى بقى وري توح جمالك وحلاوتك بعد النيولوك. ها توح، ايه رايك في ذوق التركي؟ الله، مبروكين عليك يا ميشا. وانت يا دنيا ايه رايك؟ انت بتكلم مين؟ دنيا بقالها اسبوع في اللالا لاند. يا نهار اسود، الشاي اللي كنا بنشربه وقع كله على الارض. حلو، عريس ان شاء الله. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. مين؟ زياد الخولي. طب رد عليه وشوف عايز ايه. باشا، لسه كنت في سيرتك بالخير. وامرني دلوقتي؟ ايوه يا غباء. فين يا باشا؟ حاضر، مع السلامه. عايز ايه ترك؟ عايزنا نروح له دلوقتي حالا. وما قالكش ليه؟ معرفش، بس هو اكد عليا ما نتاخرش. مصيبه مصيبه لا يكون شم خبر بعميه الخاتم ويبقى عايز يقلبنا. ما تقلقش، برضه هنروح له يا تركي وهنشتري منه. اللي يدخل العزبة دي لازماً ولابد ياخد القسط من الكبير الأول. ياكشي فاكرينها سايبة يا عم؟ ياكش ولا حاجة يا عم، انت فرحان بشنبك؟ ما كان عندنا شنبات من خمس دقايق. وبعدين مدام يعني انت مش مصدق ان حضرة الضابط نضال ده ضابط بحقه حقيقي، خد بقى التقيلة اللي هتخلي ركابكم كلكم كده تخبط في بعضيها. استنى بس يا فاطين، اهدى شويه. ما استناش يا حضره الضابط، لازم كلهم يعرفوا عائلتنا. يا عم اهدى اهدى شويه. ما اهداش يا عم عزوز، ما اهداش. عايز تقول ايه يا ولد انت؟ وقف. اولا انا مش ولد، قصدي انا فاطين علي حسين الجرح المحامي وعضو نقابة محترم. ثانيا عم عزوز اللي قاعد ده يبقى حمايه، وعم عزوز ده بقى خلانه كبارات العزبة دي كلاتها، ها؟ وخالوا بقى ده بالأخص اللي كان بينامكم كلاتكم من المغرب يبقى الدقرة. الله يخرب بيتك يا فطير، انت عزوز، الله يخرب بيوتك. ايه يا عم انت في ايه يا عم؟ وانا بقول نكتة ولا ايه؟ ايوه نكتة، لأن الدقرم اللي هتقول عليه ده بيسلح بالأراجوز في الموالد. أراجوز؟ أراجوز يا عم عزوز؟ اه فيها ايه يا الله؟ مش بياكل لقمته بعرق جبينه؟ اتأكد. ايوه يا كبير، ظابط في الجزيرة. على العموم حصل خير يا حظ ظابط. واللي ما يعرفك يشلك. ما تاخدش في بالك، مصارين البطن بتتخانق يعني. في ايه؟ بيكلمني انا. حصل خير يا كبير ولا يهمك. وانت لو كنت صح كنت جيت لي وكنت جريتك على اللي انت عايز تعرفه بدل اللفلفه وانصاص الليالي. على العموم حصل خير، وعشان اكون معاك صح هنوصلوكم لحد اول البلد، لحد هناك ومالي الصالح، وده واجب مني ليك انت والراجل الطيب اللي هناك ده. ايه ده؟ طب وانا انا واقع في ورطه انتوا اللي هتخلصوني منها. ورطه؟ ورطه ايه بس يا باشا؟ كفالة الشر. ظابط زميلي انما طلع خسيس وطماع، عايز يبتزني، مع انه لما جه الاداره انا اللي علمته وفهمته الشغل بيمشي ازاي، وفي الاخر عايز يعض الايد اللي اتمدت له. طلباتك يا باشا؟ عايزكم تخلصوني منه. لا معلش، اصل انا ما كملتش تعليم يا باشا، بخلص سعادتك منه دي اللي هو يعني. استنى يا ترك، هتدفع كام يا زياد باشا؟ ايه؟ بتقول ايه يا روحان؟ قبل ما تغلط يا باشا، انت سبق وقلت المصلحة بتحكم، مصلحتك دلوقتي انك تدفع.